فإننا اليوم سوف نسلم 2195 وحدة سكنية بمختلف السياق بمناسبة الذكرى 70 لاندلاع ثورة المظفرة، أول نوفمبر 2054، أول نوفمبر 2024، وستمس أكثر من 48 بلدية. كل هذا الكم الهائل يضاف إلى عدد سكنات الموزعة خلال الخماسي 2020-2024، حيث أن الولاية كانت قد استفادت من أكثر من 31 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ موجهة إلى جميع الفئات الاجتماعية. اليوم فرحنا فرحة عظيمة الحمد لله، ونحن كان تحقق لهذا الحلم فتحقق بإذن الله عز وجل، ونشكر الدولة تاعنا. وجاتنا اليوم الحمد لله مع هذا الشهر العظيم للذكرى 70 لاندلاع ثورة، الحمد لله يا رب العالمين، رانا فرحانين يعني، فرحة ما تصورش.